السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس، عاملين إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الصيام حضرتك إيه؟ صايمين لغاية دلوقتي ولا بخير والله، لسه؟ كلنا بخير الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة المفترض إن إحنا هنتكلم في موضوعين يعني أهم من بعض وأصعب من بعض. الموضوع الأولاني هو التيتانس، وبالذات التيتانس نيوناتورا. الحقيقة يعني اللي بيقعد في الاستقبال كتير بيواجه بمشكلة مهمة جدا جدا، إن بيجي أب أو أم الطفل تقول الواد ده اتعور أو دخل في رجليه مسمار في البيت عنده، وبتقول لك نعمل إيه؟ ياخد حقن التيتانوس يا دكتور ولا لأ؟ مرة الطفل ده يكون 2 سنين، مرة يكون 4 سنين، مرة يكون 6 سنين، وعلى حضرتك الإجابة. مفروض ترد، تدي أو ما تديش، وإذا هتدي هتدي ليه، وإذا مش هتدي مش هتدي ليه. لازم تقنع الأم أو الأب ليه هتدي وليه مش هتدي. وهي مشكلة مهمة جدا جدا جدا، بالذات الأنتي تيتانيك سيرم أو حقنة التيتانوس. Sometimes it is life saving. Sometimes it is life saving. وبالتالي لازم تبقى عارف امتى تستعملها وامتى ما تستعملهاش، وامتى ليها اهميه قصوى لو ما استعملتهاش كارثه، وامتى ملهاش اهميه ولو استعملتها خطر. ده الموضوع الاولاني. طبعا فضلا ده بالنسبه لي للاستقبال، فضلا على ان تيتانس نيوناتورم، اللي يفتكر ان تيتانس نيوناتورم انتهى يبقى غلطان. ليه؟ لان لا زالت في حالات ولادة كتير جدا بتتم في البيوت، وبتتم في البيوت يعني مفيش أي أسيبتيك كونديشن، كله سيبس، وبالتالي البوسيبيليتي إن يحصل كونتامينيشن للأمبراكل ستامب والطفل يجي لك بلوك جو ويقدر يعني كتير. وأنا الحقيقة شفت أطفال كتير جدا في حياتي جايين بتيتانوس نيوناتورم، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى شخصتهم كلينيكال وإيميديتلي تريتد وفاق. ده الموضوع الأولاني اللي يعني هيستغرق منا بعض الوقت. طبعا كتب طب الأطفال في كليات مختلفة متناولة من نواحي مختلفة، ولكن الكل مركز على التيتانس نيوناتور. الموضوع الثاني هيبقى التبي. الحقيقه التبي اساسا دايليما، موضوع صعب جدا. بعض الدكاتره فاكره انه انتهى، وحقيقه غير صحيح. التبي موجود بل منتشر، وموجود في اماكن كثيره جدا، موجود عند ناس كثير جدا، ويمكن غير متشخص. التي بي if you don't treat the patient it is fatal, can kill the patient if you don't early pick up the case and treat the case. فموضوع التي بي موضوع في منتهى 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 الأهمية. يلا بسرعة عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بالتنس. التيتانس زي ما انتم شايفين في الصورة، ده شكل الميكروب. التيتانس اسمه لوك جو، يعني الفك المغلق. لوك جو ايه حكايته ده؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ It is acute spastic
paralysis أو illness caused by the neurotoxin اسمه تيتانوسبازمين produced مين؟ بميكروب اسمه كلوستريديوم تيتيناي بميكروب اسمه كلوستريديوم تيتيناي يبقى تيتانوس من الاسم هو acute spastic paralytic illness يعني paralysis و spastic paralysis للأورجن أو السايت اللي هو involved وبيبقى معظمه في الجو فبيبقى سمي لوك جو acute spastic paralysis caused by neurotoxin اسمه تيتانوسبازمين وده produced by Clostridium tetani هي ايه الكلوستريديوم تيتاناي ديت عبارة عن anaerobic جرام بوستف باسيلاي عبارة عن anaerobic يعني الجرام بوستف باسيلاي بنقسمها إلى aerobic وanaerobic جرام بوستف باسيلاي عبارة عن anaerobic spore forming جرام بوستف باسيلاي وده الشكل بتاعه ده الشكل بتاع الكلوستريديوم تيتاناي عبارة عن موتيل جرام بوستف سبور فورمينج اوبليجيت انيروبيك اورجانيزم الاورجانيزم الكلوستريديوم موجود فين موجود في الداست في السويل في الجي اي تي بتاع فيريوس انيمالز طب احنا قلنا هو كابسوليتد فالسبورز كان سيرفايف ويز بويلينج ولكن بتقتل بالحرارة العالية والديس انفكتد الكحول والديتول اتش ار يبقى الكلوستريديوم تيتاناي عبارة عن جرام بوستف سبور فورمينج اوبليجيت انيروبيك اورجانيزم موجود فين موجود في التراب موجود في التربة موجود في الجي اي تي بتاع ديفرنت انيمالز السبور دي بتبقى تقدر تقاوم الغليان ولكن ممكن تقتل بالحرارة العالية جدا وبالديس انفكتنت زي الكحول وغيره طب ازاي الانفكشن بتحصل للطفل او لحديث الولاده طب حديث الولاده الامبريكال ستام يبقى كونتامينيتد بحاجه ملوثه بالميكروب سواء كان داست او سويل اتش ار او زي ما قلت الانجري تروما واشهر مثال زي ما بقول ان الاطفال معظمهم في الارياف بيبقوا ماشيين بدون شوز حافيين فبسهوله هو ماشي ممكن مسمار يدخل رجليه ازازه تدخل رجليه المسمار ده او الازازه غالبا بتبقى ملوثه وقد تكون حامله للميكروب طبعا المجموعه بقى الجديده اللي هو الدراج ادكت يعني انما وده لا زال موجود الانيمال بايتس قطه او كلب او اتس اون طبعا لو عض بني ادم الاورجانيزم موجود في السلايفا بتاعه هذه الحيوانات وبالتالي ممكن ترانسميت الانفكشن الاورجانيزم الى البشر ده بالنسبة لي وأي تروما بقى يعني أي تروما ممكن تعمل لنا هذا الكلام أو تكون سبب في الانفكشن الباثوجينيس الحقيقة يعني حبيت أبسط إزاي البروسيس بتمشي كلمة باثوجينيس يعني how the disease is developed كلمة باثوجينيسيس يعني كيف يحدث المرض how
the disease is developed. الحقيقة أول حاجة لو تصورنا مثلا طفل ماشي حافي ومسمار دخل رجليه والمسمار ده بيحتوي على الكوليستريدم تيتانا، فالكوليستريدم تيتانا هتدخل البودي من خلال الجرح وبعدين زي ما اتفقنا ان هي سبور فور يعني عشان تنشط لازم تبقى السبور يفك عنها وتبقى فري من السبور او من الكبسول اللي موجوده حوالينا، فبتفضل في السبور فورم ده لغايه لما الجرح يتقفل باي حاجه عشان يبقى فيه انايروبيك كونديشن، لان اتفقنا ان هو اوبليجيت انايروبيك اورجانيزم. اول ما يحصل الكلام ده يحصل جيرمينيشن او اكسبورت، السبور يطلع يمشي، واول ما تبقى فري من السبور وتبقى جيرمينيتد يحصل مالتيبليكيشن، واول ما يحصل مالتيبليكيشن ويكثر العدد تطلع التوكسين بتاعها اللي هو التيتانوس بازمين. التيتانوس بازمين ينتشر بأي وسيلة انتشار، بلد ماشي، لينفاتيك سيستم ماشي، ويروح فين التيتانوس بازمين؟ مخصوص للموتور نيورون، ملوش علاقة بأي حتة تانية، يعني ما يأثرش على السنسوري نيورون، لا هو يروح فقط للموتور نيورون، وبعدين يمشي من خلال الأكسون ويروح للسباينال كورد، كارثة، يروح للسباينال كورد، وبعدين مع سايت responsible for inhibiting skeletal muscle contraction، يعني يعمل competitive inhibition على الريسبتور المسؤولة عن inhibition للسكليتال ماسل كونتراكشن. أما الانهيبيشن of the muscle contraction يتوقف يحصل continuous muscle contraction، ويبقى أشهر مثل هو لوك جو، continuous contraction of the muscle of the جو. ده بصراحة الباثوجينيسيس خطوة خطوة بدون كتابة بدون كلام كتير، حقيقة يعني أنا رأيتها أفضل من الكتابة، لو إن السلايد اللي جاي الكلام مكتوب الباثوجينيسيس مكتوب، ولكن الخطوات دي شكلها أشيك وأريح وأسهل في الفهم، مجرد الميكروب يدخل من الجرح ينتهز فرصة لما الجرح يتقفل ويبقى عنده anaerobic condition يحصل germination، وأول ما يحصل germination يحصل multiplication ويطلع التيتانوس بازمين، ولما يطلع التيتانوس بازمين ينتشر من خلال البلد والليمفاتيك سيستم وبايند فقط للموتور نيرون وليس للسنسور نيرون، يتحد مع فقط الموتور نيرون ملوش علاقة بالسنسور نيرون، وبعدين من خلال النيرف والاكسون بتاع النيرف يوصل للسباينال كورد ويعمل some sort of inhibition أو competitive inhibition مع الريسبتور المسؤول عن inhibition للمسل contraction، وبالتالي يفضل المسل in a state of continuous contraction، وتعمل لنا كمثل واضح اللوك جو. ده الباثوجينيسيس ولكن كتابة، ولكن أنا متأكد أن أنتوا هتفضلوا الصورة اللي فاتت عن الكلام المكتوب. الكلينيكال بيكشر الانكوبيشن بيرود ما بين دخول المسمار أو ما بين عضة كلب أو عضة قطة وما بين ظهور الأعراض
بتتراوح ما بين يومين إلى 14 يوم. ده المتوسط، ممكن تبقى شهور ممكن، ولكن المتوسط من يومين إلى 14 يوم. المرض بقى ممكن يطلع في شكل إيه؟ طبعا لو طفل كبير ممكن يبقى generalized tetanus. لو كان نيونيت وحصل contamination umbilical stump يبقى التيتانس نيوناتورا. في بعض الحالات التيتانس يبقى لوكال فقط للمكان اللي حصل منه الانتري وما حصلش سبريد وما يبقاش جنرالايز، يعني رير ولكن ممكن. يبقى الكلينيكال بيكشر بتاع التيتانس هو اما جنرالايز التيتانس وده الكومن، و sometimes لو أصيب النيوبورن بنسميه تيتانس نيوناتورم، وبعض الأحيان يبقى localized tetanus. الجنراليزد تيتانس زي ما اتفقنا بيبقى فيه الأول أعراض بسيطة زي restless irritability ويمكن معاها هادي، وبعدين يحصل بقى اللوك جو، وده تقريبا البريزنتنج كومبلينت في 50% من الحالات. 50% من الحالات بتبقى جايه ب بلوك جو اللي هو ترايزمس او مسيطر مصل سبازم او اللوك جو، وده البريزنتنج كومبلينت في اللي انا شفته في معظم الحالات، مش بس 50% في اكتر من 50%. بعد كده ممكن نلاقي الطفل جاي بالابتسامه بسميها راسس ساردونيكس، ودي يعني common، ان يبان لك كان يبان لك كان الطفل بيبتسم، ولكن هو يعني نتيجه الكونتينوس مسل كونتراكشن يبدو كانه سمايل، كانه بيضحك، وده سببه الاسبازم بتاع الفيشيال والبكال ماسلز. برضو كل ده واضح ان هو فقط للموتور نيرف، فقط للمسل والكونتراكشن بتاع المسل تاثيرها والنتيجه بتاعتها تدينا الشكل الموجود. لو حصل كونتراكشن للمسلز بتاعه الترنك فيديني الاوبوزوتونس، يديني ارشد بوتشر، يديني ارشد باك اند لور ليم، يبقى باين كانه قوس نتيجه الكونتينوس ماسل كونتراكشن بتاع المسل بتاعه الترنك والساي مسل. زي ما اتفقنا هو لا يؤثر على السنسوري ولا الكونشسنس، يعني للاسف الموضوع بيبقى يعني العيان عنده سيفير بين، عنده سيفير بين ومعاه طبعا فيفر نتيجة، سواء كان نتيجة الكونتينوس مسل كونتراكشن أو نتيجة الأورجانيزم إتسلف. يبقى الجنراليزد الجنراليزد تيتانس الايرلي مانيفستيشن ريستريس وريتابيلتي، طبعا ده ما حدش بياخد باله منها كتير، ولكن اهم حاجه ودي الكومن برزنتيشن ولون مكتوب 50، انا تقريبا شفتها في كل الحالات، ان انا الاقي الطفل جاي باللوك شو اللي هو المسيطر المصري السباسي، وبعدين الاقي الراس السردونيكس الابتسامه والارشد back and lower limb. ادي الطفل بتاع التيتانس نيوناتورم زي ما انتم شايفين الماسك فيس وفي ابتسامه، ولكنها ليست ابتسامه ضحك ولكن ابتسامه مرض مع اللوك جو. الجو مقفول بالضبه والمفتاح، مقفول
قفلة لا تستطيع بأي شيء تفتح. If you try, you can make fracture to the mandible. But don't try to obligatory open the mouth. If you found the resistance, leave it. دي باين الفيس بكل المانيفستيشن بتاعت الراسة السردينيكس واللوك جو. وادي الاوبزوتنس اللي هو الكونتراكشن بتاع المصل بتاعت الباك واللور لم، ده اسمه اوبزوتنس نتيجة كونتراكشن للمصل بتاعت الباك واللور لم. العينين دولت احيانا بنتيجة الكونتراكشن بتاع المصل لما يبقى سستيند فيبان كأنه تيتانيك سيزر، ويجي له sudden severe generalized muscle rigidity ومعها أحيانا intermittent reflex spasm especially in response to the stimuli. التيتانيك سيزر دي أو التيتانيك سبازم دي ممكن تبقى seconds minutes وأحيانا ممكن تطور عن كده. طبعا الكارثة إن التيتانيك سيزر دي أو سبازم ده لو حصل في بريفرال مصر ما فيش مشكلة، إنما لو حصل في اللارينكس وحصل لارينجل سبازم كان بي فيتل. ده بالنسبة للفورم الأولاني من التيتانس اللي هو generalized تيتانس. والحقيقة يعني مهم جدا جدا الشكل وخصوصا وخصوصا اللوك جو. أول ما تلاقي لوك جو it's tetanus until proved otherwise. التيتانس سيناتورم زي ما اتفقنا هو نفس الكلام acute spastic paralytic illness caused by tetanus spasmin اللي produced by clostridium tetani. التيتانس سيناتورم الانكوبيشن بيريد هناك قلنا من يومين ل 14، هنا غالبا في اليوم الثالث مش في اليوم الثاني، غالبا في اليوم الثالث ممكن تلاقي بعض المانيفستيشن على الطفل حديث الولاده. وطبعا زي ما اتفقنا الروت اوف انتر هو الكونتامينيشن اوف ذا امبليكال ستامب سواء كان بتراب او بالمقص ولا بابره الخيط اللي استعملوها او بالخيط اللي استعملوه في قطع الحبل السري وربط الامبليكال ستامب. المانيفستيشن اول حاجه ريفيوزال اوف فيد، وبعدين يجي العادي بقى اللي هو اللوك جو أو تريسبس اللي هو المسيط المصل كونتراكشن. طبعا أول ما ده يحصل خلاص الطفل ما يقدرش ياكل ولا ايش. وبعدين نلاقي بقى في كل المانيفستيشن الثاني الأوبزوتونس نتيجة الكونتراكشن للمصل بتاعت الباك واللور لمب. طبعا اللارنجل سبازم لو حصل يحصل ساينوزس وممكن يحصل كونفكشنز. أكتر سبب للوفاة هو البرلونجد لارنجل سبازم ويحصل airway obstruction وديس. ده احنا شفناه قبل كده، انما اللي تحت هو البيبي عنده النيونيتال تيتانس with complete rigidity. ده الجسم كله rigid، يعني النيك rigid، الهيد rigid، الباك rigid، اللور limb are rigid والابر limb is rigid all. يعني الطفل in continuous muscle contraction زي ما قلت لكم it is severely painful. It is severely painful. ادي الراسة السردونيكس واضحة جدا والطفل عنده generalized spasticity، ده من وشه ده كان من جنبه، ده طفل نيونيت ومعاه التيتانس نيوناتور. يعني الصورة دي الحقيقة أنا عايزها تلزق في ذهنكم، صورة الطفل المبتسم إجباري اللي ما تقدرش تفتح بقه. أول ما تشوف الكلام ده في طفل عمره 3 أيام أو 4 أيام he is tetanus neutrum until proved otherwise. أحيانا بقى يجي localized patient with localized tetanus عنده persistent rigidity
في السايت اوف انجري، يعني لو كان المسمار دخل في رجليه ففي مسل كونتراكشن للور لمب للفوت او للهامسترنج للكاف مسل. وطبعا يعني زي ما اتفقنا ان الكونتراكشن سببه التيتانوس سبازمين اللي افكت الايه الموتور نيورون بتاع الافكتد مسل. وما حصلش بقى ان التيتانوس سبازمين انتشر من خلال الاكسون وراح للانتيرور هورن سيل سبينال كورد وعمل جنرالايز. ده اللوكالايزد تيتانوس زي ما قلت ان هو انكومن او رير، وطبعا المورتاليتي ما فيش. احيانا بقى في حاجه اسمها كفالك تيتانوس وده برضو رير، خصوصا لما يحصل بعد الهيتروم موتور كار اكسيدنت وتروما او تاتس ميديا وتروما والاورجانيزم سبريد للبرين. والطفل زي ما اتفقنا ان هو التيتانوس بلازمين توكسين بتاثر في الموتور موتور سنترز فيروح للموتور كرينيال نيرف والعيان يجي بكرينيال نيرف بولسي. ده بالنسبه للكفالة. يبقى اذا عشان الناس اللي لسه جايين احنا بنتكلم على التيتانس، والتيتانس ده ديزيز acute spastic paralytic illness. سبب الباراليسيس نيوروتوكسين اسمه تيتانوس بازمين بريدوس باي كولستريديوم تيتانايد. الكولستريديوم تيتانايد دي عباره عن انايروبيك سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلس، وده شكلها تحت الميكروسكوب. المود اوف انفكشن كونتامينيشن من الدست او السويل او اللي ممكن تبقى محتويه على الاورجانيزم. الباثوجينيسيس الحقيقه الست خطوات دول مهمين جدا. اول ما يدخل الكلسيدم تيتاناي تدخل الجسم تنتهز فرصه ان الجرح اتقفل من خلال الجرح يتقفل ويبقى انايروبيك كونديشن تبقى جيرمينيت وملتبلاي وتطلع التيتانوس بلازمين، والتيتانوس بلازمين ينتشر من خلال البلد ومن خلال الليمفاتيك سيستم ويروح للموتور نيرف ويروح للموتور سنتر في السباينال كورد ويبدا يعمل جنرالايز تيتانوس ديزيز. الكلينيكال بيكشر كوبيشن بيريود يومين ل 14 يوم، ومتى يبقى جنرالايزد او تيتانوس نيوراتورم او لوكالايزد او كفالة. المهم انه كلهم هيبقوا الجنرالايزد والتيتانوس نيوراتورم ار ذا سيم كلينيكال مانيفستيشن، وتقريبا هي نفس الانكوبيشن بيريود. العيان بيجي باللوك جو وبعد كده يجي بالراس السردونيكاس وبعدين يجي بالاوبوزيتانس ومعاهم الخيط. ادي طفل عنده راس السردونيكس وعنده لوكجو وده عنده الاوبوزيتانس، ممكن يجي لهم سيزر. التيتانوس نيوراتورم هو نفس الاورجانيزم ونفس التعريف، وسبب المود اوف انفكشن هو كونتامينيتد امبلايكال ستامب نتيجه ولاده في البيت او اندر يعني سيبتيك كونديشن. المانيفستيشن زي التيتانوس بتاع التشيلدرن برضو جاي بلوك جو الاول ريفيوزال اوف فيدنج وبعدين لوك جو وبعدين يجي بالاوبوزيتانس والفيفر والاذر مانيفستيشن. ادي طفل نيونيت عنده كومبليت ريجيديتي وده برضو طفل نيونيت عنده السردونيكس وغاس السردونيكس وجنرالايزد سباستيستي. اللوكالايزد ده في الروت اوف انتري لو دخل في رجليه او دخل في ايديه يبقى في كونتراكشن بس في السايت اوف انتري اوف ذا اورجانيزم ذاتس اول. والكفالك نتيجه ان الاورجانيزم داخل نتيجه موتور كار اكسيدنت للهيد او نتيجه للاير والاورجانيزم يروح للموتور سنتر بتاعه الكرينيال نيرف ويجي الكرينيال نيرف بونس. ادي الكلينيكال مانيفستيشن بتاع التيتانوس والديفرنشال دياجنوستس. طبعا اهم ديفرنشال دياجنوستس عندنا ثلاث اربع حاجات. اول حاجه الاستركنين بويزنج
الاستريكنين بويزن اللي هي بتعمل سيفير ماسل سبازم للهول اول بودي بارتس. بعدين الريبس اللي هو سعار الكلب، وعندي الهايبوكالسيميا عشان الاطفال حديث الولاده، وطبعا الاطفال اللي عندهم سيزر لحسن يكون الطفل جاي لك بجنرالايز سبستيتس دي نتيجه ان هو ان سيزر اتاك، ودي هتبقى ايه؟ هتبقى تونيك سيزر، او يكون الطفل جاي ببرين ستيم انكفالايتس. يبقى اذا الديفرنشال دياجنوز مهم جدا سواء كان لطفل حديث الولادة او طفل عادي. الاستريكنين بويزنج والريبس والكونفالجنز والهايبوكالسيميا والبرين ستيم انكفالايتس. ازاي بقى نشخص؟ طبعا اولا كلينيكال زي ما اتفقنا، لوك جو او راس السردونيكس مع اوبزوتنس مع كونتينوس مثلا جيتد اول بارتس اوف ذا بودي بتساوي تيتانس انتل بروفد اذروايز، بتساوي تيتانس انتل بروفد اذروايز. مع ده احنا ما عندناش سبيسيفيك لاب تو ديترماين الدياجنوز اوف تيتانس، انما لو عملت سي بي سي ممكن تلاقي بريفرال ليكوسايتوزس، لو عملت لامبر باكشر وده مفروض انه ما يتعملش ملوش لازمه لان السي اس اف هتلاقيه نورمال، لو عملت اي ام جي هتلاقي كونتينوس الشارج عشان تفرقه عن ولكن تفرقه عن الكونفالجنس، لو عملت اي جي هيبقى مفيش ويفز، لو عملت اي ام جي هتلاقي كونتينوس ديسشارج اوف ذا موتور نيرف اونلي. هتاخد لو في جرح قدامك ممكن كلتشر وتشوف سسبكتد كولستريديوم تيتاناي اورجان. عندنا تيست كده اسمه تانج بليد تيست او سباتيولا، سباتيولا المعلقه يعني، او تانج بليد اللي هو الخشب اللي بنحطها عشان نضغط على اللسان ونشوف البوستيريور فارينجيال وول. بنعمل ايه بقى؟ ده سيمبل دياجنوستيك تيست، بيت سايد تيست يعني. بتعمل تاتشنج للاوروفارينكس بالتانج بليد. في النورمال سيركمستانسز ده لو كان تقدر تفتح البق والبق مفتوح، انما لو كان مقفول دونت دو ذيس سيستم. ففي الاحوال العاديه الطفل هيعمل جاج، يعمل جاج ريفلكس. فلو حصل جاجنج بنسميه نيجاتيف تيست. في التيتنس ايه اللي بيحصل بقى؟ الطفل يحصل له ريفلكس سبازم. يحصل له ريفلكس سبازم للمسيتر ماسل ويعض على الاسباتيولا. لو حصل ده يبقى ده بوزيتيف تيست ويعني سجستنج ان هو تيتنس. اذا التشخيص الديفرنشال دياجنوزس عندنا ثلاث حاجات مهمين، الهايبوكالسيميا والابيليبسي او الكونفالجنس والاستريكنين بويزنج والريبس، دول اكتر فور ديفرنشال دياجنوزس. احنا بالنسبه للتشخيص بيعتمد اساسا على الكلينيكال، بس ممكن تعمل التانج بليد او السباتيال بليد تيست ده، انما كل الانفستيجيشن اللي ممكن تعملها ملهاش اي قيمه تشخيصيه الا انك انت تاخد سامبل من الووند وتعمل له كلتشر وتشوف الاورجانيزم. ده بالنسبه للتيتنس. طيب شخصت، عالج ايميديت، اول ما تفكر ان ده تيتنس عالج لو سمحت. طبعا سبورتيف تريتمنت العادي لو يعني طبعا هتدي لو كان جنرالايز تيتنس هتدي ماسل ريلاكسنت، ولو كان انكونفالجن هتدي دايزيبان. فدايزيبان هيعمل ماسل ريلاكسنت وسيزر كنترول،
واحنا عارفين جرعه بتاعت الدازبان ربع ملي جرام لكل كيلو جرام. وممكن نديه كل 3 الى 6 ساعات انترافيس مع نظافه الجرح سيرجيكال ووند ديبريدمنت عشان نوقف الريليز اوف ذا اورجانيزم. بعد كده بقى اللي هو الكلام الخطير المهم جدا ان احنا ندي immediately يا التيتنس اميونوجلوبولين لو موجود، مش موجود ندي الانتي تيتانيك سيرم. يبقى التيتنس اميونوجلوبولين مقدم على الانتي تيتانيك سيرم، ولكن في الغالب ما بيبقاش موجود، لا متوفر عندنا في المستشفى ولا متوفر في الطوارئ، وبالتالي الانتي تيتانيك سيرم الحقن التيتنس او الانتي توكسين ايوه موجوده، وبالتالي نقدر ندي حقنه immediately intramuscular و very effective. At the same time بندي بنسلين وهو الانتيبيوتيك اوف تشويس. بندي بنسلين 100,000 وحده كل كيلو بير داي كل 4 الى 6 ساعات لمده قد ايه؟ 10 الى 14 يوم، ومعاهم سبورتيف اند سيمتوماتيك تريتمنت. يبقى إذن لو سمحتوا العلاج 3 كلمات، الانتي تيتانيك سيرم مهم جدا، والبنسلين مهم جدا، والديازيبام تو تريت الكونفرشن، وفي نفس الوقت مصر ريلاكس. بعد كده سبورت بقى تريتمنت سيمتوماتيك تريتمنت للسخونيه للكحه لاي حاجه الهايبوكسيا الساينوزس الدي اوكسجين اتش ار، يعني سبورت. ولكن تيتانس بتساوي انتي تيتانيك سيرم او تيتانس اميونوجلوبولين بالاضافه البنسلين اي في ومعاهم الدايزيبان تو تريت الكونفرجن، وبعد كده الباقي كله سبورت. هل في كومبليكيشن للتيتانس؟ طبعا اهم حاجه النيموني اسبيريشن نيموني وممكن الفراكشر. احنا قلنا بقى في كونتينوس ماسل سبان فراكشر الثرومبوزس والبلمونري امبوليزم. ده بالنسبه للكومبليكيشن. البروجنوزس التيتانيك باراليسيس يوجوالي سيفير في الفيرست ويك ستابلايز في السكند واميليوريت في النكست ويك. الفتاليتي ما بين 5 الى 35% في الجنرالايزد تيتانس و10 الى 75% في النيونيت معتمدا على الايرلي ديتكشن اند treatment. البريفنشن وده بيجي كتير في الامتحانات بالذات في الام سي كيو. How to prevent a tetanus. اولا نطعم اللي هم previously non-immunized pregnant woman with tetanus toxoid. نديهم التيتانوس توكسويد لو ما كانوش مطعمين عشان نقلل من احتمالية التيتانوس نيوناتور. نمرة 2 الامبليكال ستامب يبقى كومبليتلي اسيبتيك كير. كومبليتلي اسيبتيك كير. العيانين اللي هم شخصناهم وادينا لهم انتي تيتانيك سيرم انتي توكس او تيتانوس اميونوجلوبولين وادينا لهم بنسلين تمام نطعمهم قبل ما يخرجوا. immunization of patient on discharge. ليه؟ مهمة جدا النقطة دي. The disease does not produce protective antibody. The disease does not produce protective antibody. طيب دلوقتي عايز نلخص كلمتين. طفل جالك دخل في رجلين المسمار او ازاز واهله جايبين، تعمل ايه؟ اول حاجه على طول تنظف الجرح. نمرة 2 تدي التيتانوس اميونوجلوبولين او التيتانوس توكسين. لمين؟ للاطفال اللي ما اتطعموش اللي هم انون اميونايزيشن او الاطفال اللي عندهم جرح ولكن سنهم اكثر من 10 سنوات لان اللاست بوستر دوز بتاخد عند سن 4 سنين.
فممكن يكون الاميونيتي ضعفت فممكن تديله التيتانوس توكسين. يبقى اذا مين الطفل اللي هديله التيتانوس توكسين حقنه التيتانوس هديها لمين؟ اي طفل جاي بجرح وما اتطعمش. طب واللي اتطعم؟ والله لغايه سن 5 سنين 6 سنين 7 سنين ماشي. اذا لقيت الطفل عدى عليه 5 سنين على اخر بوستر دوز اديله الانتي تيتانيك سيرم او التيتانوس توكسين. انا خلصت التيتانوس. في حد له اي سؤال يا اولاد؟ في حد له اي سؤال يا دكاتره؟ دكتور لو سمحت اتفضلي. هو ممكن يصيب حد فوق ال 20 سنة؟ اه طبعا ملوش ايج.